سؤال تاني معلش يا شيخ. موضوع تعدد النوايا ده، ننزل مثلا قبل ما اعمل اي عمل اقعد اعدد الاول النوايا، ده صح كده؟ ما ورد كده عن رسول الله بهذه الطريقة. يعني لو انا مثلا دخل مثلا هعمل عمل ادخل على طول في العمل، ولا لازم الاول اقول عشان كذا وعشان كذا في نفسي؟ لا يعني لا لا على طول، الصلاة تضيع علينا إذا جلسنا كده.